السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا وأشكر لكم تلبيتكم دعوتنا للمشاركة في حلقة النقاش هذه، وهي الحلقة الثانية في برنامج ميثاق شرف الذي تشرف عليه لجنة خدمة المجتمع والبيئة في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. سأعطي فكرة سريعة على البرنامج. الفكرة باختصار أن من أهداف هذه اللجنة هي تنمية الوعي المجتمعي، ومن أساليب تنمية هذا الوعي تعريف المواطنين بمختلف المهن التي تقوم بدور فاعل في حياتنا وفي دولتنا وفي مؤسساتنا. الحديث اليوم سوف يدور حول القضاء، تحديدا حول القضاة، والأسئلة المطروحة التي لمحدثنا اليوم أن ينتقي منها ما يشاء تتعلق بتعريف القاضي، تعريف الدور الذي يقوم به في المؤسسة القضائية، استحقاقات أن يكون المرء قاضيا، والأهم من كل ذلك أخلاقيات مهنة القضاء. كما أسلفت سوف أترك لأستاذنا ضيفنا الجليل أن ينتقي من هذه الأسئلة ما يشاء، ودكتورة هالة الأطرش سوف تقوم بإدارة الحوار وتقديم الأستاذ المتحدث، فليتفضل. مرحبا بكم جميعا. ضيفنا اليوم الأستاذ المستشار سعد عقيلة، مستشار بالمحكمة العليا، له باع طويل ورحلة طويلة في سلك القضاء من عدة محطات اشتهر فيها بنزاهته ومهنيته العالية. تدرج في سلك القضاء، كان أول رئيس للثانوية الفنية لعلوم الشرطة في درنا، بدأ كعضو في المحاماة الشعبية ثم قاضي في محكمة درنا الابتدائية. هو مستشار لمحكمة استئناف الجبل الأخضر، انتدب بعد ذلك للعمل في محكمة استئناف بنغازي، وكان بعد ذلك عضو في هيئة المحكمة الشهيرة الخاصة بقضية ممرضات الإيدز، ثم رئيس لمحكمة شمال بنغازي، وبعد ذلك عضو في الدائرة الثانية الجنايات بالمحكمة العليا إلى أن تقاعد في 2014. طول ذلك الوقت كان له، ومن بعده كان له مشاركات عديدة في كثير من المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية. سيعرفنا اليوم على التحديات اللي تفرضها هذه المهنة على القاضي، على صعوبات هذه المهنة وتعقيداتها. هدفنا هو التعريف بأخلاقيات مهنة القضاء، وبالتالي سأترك له الكلمة الآن كمحاور رئيس، ثم بعد ذلك ننتقل لمداخلات ومشاركات الحضور. شكرا دكتور نجيب، شكرا دكتورة هالة، شكرا للجامعة الدولية على تبنيها لهذا المشروع الوطني بامتياز والعلمي، وهذا ما هو جديد على الجامعة الدولية. هذه القاعة شهدت الكثير من الاجتماعات، وكان لها دور ولا زال بارز في التنمية الاجتماعية والسياسية. أيضا الموضوع اليوم زي ما تفضلتوا يتعلق بالقضاء، وهذا موضوع الحقيقة جد مهم، وهو موضوع ذو شجون بكل تأكيد. قبل ما نعرف من هو القاضي، نعرف المكان اللي يشتغل فيه
واللي أضفى عليه هذه الصفة، وهي ما نسميها بالسلطة القضائية. ما هي السلطة القضائية؟ هذا هو ما يجب أن نطرحه على أنفسنا. ثم هناك مبدأ أساسي في 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 موضوع السلطة القضائية، وهو الاستقلالية. والاستقلالية دائما نحكي عليها مرتبطة بالديمقراطية، بالنظام الديمقراطي. يعني يتوقف عليها الموضوع الديمقراطي أو النظام الديمقراطي، وأيضا النظام الديمقراطي يتوقف على استقلالية القضاء. ليس هناك أي مفك من 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 الطرفين، الاستقلالية والديمقراطية. لكن هذه الاستقلالية أيضا ليست من السهل تعريفها أو إدراكها بشكل مبسط، نقول مجرد استقلالية وخلاص. لا، استقلالية القضاء هي العمود الفقري فيما يجب أن نتحاور فيه في 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 هذه الأمسية، لأن هي الأساس الحقيقي. لكن هذه الاستقلالية تتفرع إلى فرعين: فرع مؤسسي، يعني استقلالية مؤسسية، وهناك استقلالية شخصية، أو أحيانا البعض يقول عليها فردية. الاستقلالية المؤسسية هو استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات، وهذا يطرح مسألة تعدد السلطات، وهذا جزء أيضا في النظام الديمقراطي، ونبين فيها مثلا علاقة السلطة القضائية بالسلطات، بباقي السلطات خصوصا التشريعية والتنفيذية. هذا من ناحية فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية في منظور الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية. هناك استقلال آخر، غير هذا لا يكفي طبعا في العمل القضائي، لابد أن يكون هناك استقلال شخصي للقاضي نفسه. الاستقلال الشخصي هذا أيضا له معايير أخرى، بحيث القاضي يشتغل في سلطة مستقلة، وهو أيضا يدرك بأنه شخصيا مستقل في عمله وفيما يتخذه من قرار. نجولي للاستقلال المؤسسي، يعني لنرى ماذا تحدثت عنه إعلانات الدولية والمواثيق الدولية. فهناك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 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 10/12 في 1948، يبرز أن استقلال القضاء هو حق من حقوق الإنسان. فنصت المادة 10 منه على أنه لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه. واعتبرت بذلك اللي هي الأمم المتحدة في هذا الإعلان أن استقلالية القضاء مقرراً لمصلحة المتقاضين وليس ميزة يتمتع بها القضاة. وهذه نقطة مفصلية الحقيقة. أيضا ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16/12/1966، وتم نفاذه في 23/3/96، وفي المادة 14. هذه مادة أساسية ومشهورة، يعني تتردد كثيرا في هذا الموضوع. تنص: الناس جميعا سواء أمام القضاء،
ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوة مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون. في البند الخامس من هذه المادة أيضاً تقول تقرر حق كل شخص أدين بجريمة في اللجوء إلى محكمة أعلى تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه اللي هي حق الطعن. طبعاً هناك كثير من المؤتمرات ما هوش المجال لنعدد ماذا عرفت أو بينت مسألة السلطة القضائية واستقلال القضاء، لكن المهم عندنا في هذا الموضوع أن استقلالية أن مفهوم الاستقلالية يعني استقلالية كل من القاضي بصفته المنفردة والسلطة القضائية بصفة عامة. هذه التركيبة مهمة جداً، يعني أن الفصل بين السلطات هو شرط القيام، شرط لازم لقيام الدولة الديمقراطية. طبعاً لما نجول للعلاقات المركبة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هناك من يقول بالفصل التام كل واحد في حالة، وهناك من يقول لا، هناك فصل مرن بين هذه السلطات بحيث يحصل هناك تعاون أحياناً ما بين سلطة وسلطة دون أن يكون هناك تعدي بين هذه السلطة والسلطة الأخرى، ويؤخذ عند مبدأ مشهور في عند الفرنسيين في الفصل التام يقولوا لو بوفوار أغيت لو بوفوار، السلطة توقف السلطة، يعني لما جن كل سلطة توقف السلطة الأخرى بحكم الاختصاصات. يعني فهذا التداخل أحياناً يحدث النزاع بين السلطات، وأحياناً هنا يجي موضوع مبدأ سيادة القانون مبدأ آخر، فالدولة التي تغلب السلطة التنفيذية فيها تتغلب السلطة التنفيذية فيها في هذه الحالة تسمى دولة البوليس، يعني خلاص، يعني تصبح جزء من أو شكل من أشكال الدكتاتورية بمعنى، بينما تكافؤ السلطات واحترام الاختصاصات يجعل هناك دولة أسمى دولة القانون. دولة القانون هي هكذا التي تحترم فيها السلطات بعضها البعض. نجول للفرع الآخر وهو الاستقلال الفردي أو الشخصي، وهذا شيء أساسي. يعني ما معنى الاستقلال الشخصي؟ معناه أن القضاة وفقا للقانون يبتون في القضايا المعروضة عليهم دون الخوف من انتقام أو تدخل أو ضغط أي سلطة كانت. فالمبدأ الثاني من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة يقضي بأن تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز وعلى أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أي تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أي إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت ولأي سبب كان. هذا معنى الاستقلال الشخصي للقاضي. هناك مفهوم آخر محاذي له وهو أسمى الحيادية
أو أن القاضي محايد أو العمل محايد. الحيادية هو تختلف اختلاف كلي عن موضوع الاستقلالية. يعني الحيادية هنا تعني أن آراء القاضي الشخصية أو علمها الشخصي لا يقضي به، لابد أن يستند على الوقائع المعروضة أمامه، وألا يتصرف أبداً بتعزيز مصالح طرف دون طرف آخر في هذا المفهوم في الحيادية. وحيثما ينص القانون على أسباب عدم صلاحية القاضي فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها استبدال أعضاء المحكمة وفقاً لمعايير عدم الصلاحية المنصوص عليها في القانون. هنا يأتي جانب عندنا في القانون وهو جانب التنحي، يعني على القاضي لأسباب معينة أن يتنحى عن الدعوة، خصوصاً في القربة والأصدقاء والمؤاكلة والمساكنة اللي معروفة في المرافعات. إذا لم يتنحى فإن هناك ضمانة أخرى وهو الرد، أن أحد الخصوم يرد القاضي فيقول أنت مستمر في دعوة لا تصلح فيها وليست لك الولاية فيها. والرد له إجراءات خاصة، وهذه من ضمانات استقلالية القاضي. هذا الحياد سنرى يعني إلى أي مدى ممكن أن نقر به في التشريعات الليبية، خصوصا لما تجي عناصر أخرى مهمة جدا وهي الآراء السياسية والمشاركة السياسية إلى آخره، غير مسألة الاستقلال المؤسسي والاستقلال الفردي أو الشخصي للسلطة القضائية. هناك الاستقلال المالي أو يسموها الموارد المالية الكافية. الاستقلال المالي تختلف فيه الأوضاع من مكان إلى آخر. في الغالب أن الميزانية العامة يقرر فيها بند خاص بقطاع العدل بالكامل، ويتم الصرف منه على مرتبات القضاء إلى آخره. لكن هذا بأمانة يشكل دائما الضاغط على السلطة القضائية في الاستحواذ على قرارات القضاء بضغط المال، بضغط الفلوس، نزيدك ولا ما نزيدك، كان نزيدك لابد أن تحكم بكذا إلى آخره، زي ما تحقوا في الأوضاع. فلابد من استقلال مالي، وهذا مبدأ أساسي لابد مستقبلاً أن يوضع في الدستور أيضاً. استقلال المالي يقولوا عليه أن يوضع رقم واحد في الميزانية، يعني يندار رقم واحد مخصص للقضاء. الجمعيات العمومية أو المجلس الأعلى للقضاء هو من يشرف على هذه الميزانية ويتصرف بها بقرار مستقل. لكن الدقة في المساءلة، مساءلة المجلس الأعلى للقضاء، يعني زي ما تسائل الدولة، يعني الرقابة المالية، هناك رقابة. يعني المجلس الأعلى للقضاء ما هوش ملائكة، ممكن أن يكون هناك تصرف غير صحيح في المال، وهنا تأتي مساءلة. لكن هذه المساءلة لابد أن تكون من نوع خاص ودقيق لاحترام القضاء. اسمحي لي ناخذ مويتك هذه. شكرا. يعني هذا فيما يتعلق بالموارد المالية المستقلة.
نجو لنقطة أساسية هي الحريات الأساسية. يعني هل يجوز لنا كقضاة أن نكون آراء سياسية، أن ندخل الأحزاب، أن نترشح؟ والله لا. ماذا تقول المواثيق والمبادئ في هذا الموضوع؟ بحكم الوظيفة القضائية بكل تأكيد القاضي شخص مواطن يعني، وهذا الشخص لا يحرم أبدا من اعتقاده يعني، ومن آراء السياسية ومن ميوله أيضا السياسية. ما نقدروش أبدا أن دائما نقولوا هذا شيء جامد وما لا عنده إحساس لا بي 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 بماذا يحصل ولا كذا، إلا أبدا إطلاقا. على العكس، إذا كانت الولايات المتحدة يعني في الأزمة الاقتصادية، في أصدر فرانكلين روزفلت القوانين الإنعاش الاقتصادي في 1929، الخمس قوانين، المحكمة الاتحادية العليا الدستورية ألغت هذه الخمس قوانين، وصارت أزمة بين فرانكلين روزفلت ورئيس المحكمة الدستورية العليا في خطابات بينهم دقيقة جدا زي النزاع. ففرانكلين روزفلت يقول أنتوا تشكلوا زي ما تقول المبدأ الحر الرأسمالي، يعني مندفعين معه وكذا وكذا، لأن الخمس قوانين كانت فيها شيء من الاشتراكية بصراحة لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية. بينما رد عليه رئيس المحكمة العليا في خطاب آخر واستقال هو بعده، يعني على أثر هذا الأمر استقال. فهذا النزاع موجود في الجانب السياسي، لكن بأمانة كل يحق للقضاء تكوين جمعيات، يعني في حدود الجمعيات زي نقابة القضاء، في حدود مصالحهم لهم الحق في تكوين جمعيات ومنتديات خاصة بالقضاء، بشرط أنهم يراعوا باستمرار حرمة المهنة ودقة المهنة. وأنا يعني أشكر زملائي اللي حضروا حاليا، لأن ليس هناك ما يعيب هذا الحضور، وليس هناك شيء يتعلق بالعزوف عن حضور، شيء يعزز السلطة القضائية. وأنا نأسف يعني، أنا دعيت قبل كم زميلتين، واحدة على رأس التفتيش القضائي وواحدة زميلة في المحكمة العليا، فهناك دائما مانع أماما من رسالة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي منقولها صراحة يعني لم يحترم هذا المبدأ حينما ذهب بصفته رئيسا للمحكمة العليا ودخل في الأبشع، وهو الانتخاب 75 لاختيار في حكومة أو في غيرها يعني. فهو مخالفته كانت بينة وصريحة يعني، يمنع حاليا بعض القضاة من أنهم يجوا. وهذا قيل لي شخصيا، أنا دعيت وهو أنا لست في خصومة معه، وهو زميل راه اللي عند صباح بكرة، لكن نحكي على التصرف. بالعكس، أنا قريت حتى في 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 أحد المواثيق بتقول إن القضاة كل ما لديهم منظمات تعزز سلطة القضاء ليس هناك من مانع أن يلتحقوا فيها. وبلكي أنا نكون جايبة هذا المبدأ، أهو هن المبدأ يقول المبدأ الثامن من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، ينص على ما يلي: انسجاما مع مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والحق في التجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاء دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا
يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. هذه الأزمة من ناحية واقعية واجهتنا 11 مستشار من المحكمة العليا في 17 فبراير. كنا نحن هنا في بنغازي، وكانت الأمور صعبة جدا على الجميع، وانتم عارفين دماء إلى آخره. فال 11 مستشار قال والله لابد أن يكون هناك لنا موقف، هذه أين العدالة في 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 هذا الأمر يعني. وبالفعل يعني كان اجتماعنا يعني تحت رعاية وإرشاد الله يرحمه ويسامحه أستاذنا وحبيبنا أستاذ فرج الصلابي في بيته. انتهينا إلى بيان متوازن لعند مازال كل شيء فيه يعني يصلح لأن تقوم عليه ثورة أخرى. هذا البيان تلي ومتفقين فيه، فيعني البعض أعاب علينا من الزملاء هذا الأمر يعني، ولم يشترك معنا فيه. أنا يعني أذكر أني قلت أن ليس هناك أي حياد في مسألة زي هذه، هذا أمر لا يتعلق بالحياد على الإطلاق، الحياد يتعلق بالعمل القضائي. طيب، غير هالمسألة الحريات العامة باش ما نكلوش الوقت، نأتوا لمسألة أخرى مهمة جدا هي تعيين القضاء. القاضي كيف يتعين؟ طبعا هناك طرق للتعيين، يا إما الحكومة تصدر قرار بتعيين القضاة، يا إما هناك هيئة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعين القضاة، يا إما الاختيار يتم بالتصويت الشعبي بالاقتراع، يعني الناس تقترع للعمل قضاة تصوت لهم. طيب، نشوفوا هذه المسائل الثلاث المهمة جدا يعني في التعيين، وهي أساسية في استقلال القاضي حتى هي. فأيضا نرجع إلى المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، بتقول يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا ذوي نزاهة وكفاءة حاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، ويجب أن تشمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز الاجتماعي، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني. يعني شوفوا للدرجة هذه، يعني لما يكون ليبي ما فيش مشكلة، يعني هذا أقصى حد في دقة التعيين وفي في 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 صلاحية التعيين. فإذا كان هو التعيين من الحكومة، لأن الأمم المتحدة المبادئ لم تقر على 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 طريقة واحدة بأمانة، يعني جعلت الباب مفتوح في التعيين، حتى الحكومة ممكن تعين بالنسبة للمبادئ يعني نقصد. فإذا كان الحكومة هي اللي تعين، لابد أن تراعي ضمانات التأكد من استقلالية وشفافية إجراءات التعيين، شيء أساسي. لكن الحقيقة الطريقة السليمة وكثير من الدول تتبعها هي وجود هيئة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذه واردة في الميثاق الأوروبي، فهذه أكثر حيادية في عملية تعيين القضاة. لكن هناك طريقة ثالثة وهي
يعني اختيرت صارت في بعض الولايات المتحدة ثم تراجعوا فيها أخيرا، وهي الاختيار بالتصويت الشعبي للدرجة هذه، يعني دمرت القضاء. فأثارت هذه الطريقة تساؤلات حول صلاحية المرشحين المنتخبين لشغل وظيفة القضاء، وبهذا أعربت لجنة حقوق الإنسان في حالة الولايات المتحدة الأمريكية عن يعني تلقاها عن يعني عن تلقيها الأثر المترتب على النظام الحالي لانتخاب القضاة، ورحبت بجهود عدد من الولايات لاعتمادها نظام الجدارة في التعيين وترك لموضوع. ولذا أوصت لجنة حقوق الإنسان الأمريكية بإعادة النظر في تعيين القضاة عن طريق الانتخاب وإحلال نظام التعيين بناء على مبدأ الجدارة، على أن يتم التعيين من قبل هيئة مستقلة. يعني رجعوا إلى ما أوروبا صارت فيه أو الإعلان الأوروبي حصل فيه. الخلاصة، ينبغي أن يعين القضاة وفقا لمؤهلاتهم قبل كل شيء المهنية من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وعلى الرغم من أن المعايير الدولية لا تمنع التعيينات التي تقوم بها السلطة التشريعية أو التنفيذية، إلا أنه من الأفضل أن يعهد باختيار القضاء إلى هيئة مستقلة. طبعاً زميلنا وأستاذنا الدكتور الكوني عبودة في مشروع دستور جامعة طرابلس ديرين، مشروع للدستور، وكان دائماً حتى في الندوات نلتقي معه، يقترح هو المسابقة في تعيين القضاء اللي هو الامتحان. طيب، هناك أيضا شروط متعلقة بالمدة والعزل، مدة الولاية القاضي وعزله والترقية متاعه. يعني ينص دائما الميثاق العالمي للقضاء على أنه يجب أن يعين القاضي مدى الحياة، هذا في 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 ميثاق العالمي للقضاء، أو لمدة زمنية محددة، شرط أن لا يهدد ذلك استقلال السلطة القضائية. يعني توقيت التعيين للقاضي يهدد استقلاليته، يعني هو مهدد في أي وقت أن هذا أن ينزاح من مكانه، فلا يوجد توقيت في التعيين، لأن التوقيت هذا نوع أيضا من العزل بأمانة. هناك نص غريب أيضا في لدينا في 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 المحكمة العليا للأسف، في تعديل حصل حتى هو ما بعد فبراير، أن المستشار يحال للتقاعد بسن 65 ويجوز أن يمدد إلى 70 سنة. وجاي في فقرة غريبة جدا، يعني سفل الواحد، وجاي في فقرة ويقول ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية للمحكمة أن تحيل أحد مستشاريها للتقاعد حتى هو ما وصل السن القانونية. وهذا للأسف حصل يعني في ظل ضغط تنسيقية العزل السياسي زمان، وللأسف أنا كنت حاضر لكن هو ما كنتش نقدر نأثر في 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 أي قرار. وأساتذة مستشارين كانوا في الادعاء الشعبي، مارسوا عمل الادعاء الشعبي، بالذات طبعا الجنوب ديما قادرين عليه، هم الاثنين من الجنوب، فصار لهم عزل بأمانة. قالوا لهم راهو الجمعية العمومية اتفقت حاليا بتصويت كذا كذا أن أنتم ينطبق عليكم هذا النص، ورحلوا من هذه الساعة لما عشفتم يعني. وهذه أكبر كارثة حصلت بداية في اختراق أهم مبدأ وهو عدم عزل القاضي. للترقية أيضا موضوع مهم جدا، والزملاء يعرفوا موضوعات الترقية، التقييم
تقييم الأداء من خلال سلطة أخرى تسمى التفتيش القضائي عندنا. التفتيش القضائي للأسف بدل، وكنت كثيرا مشاكسا معاهم وكثيرا ما أصطدم معاهم، وأنا زمان رئيس محكم والزملاء عارفين، لأنهم هم يمارسوا في هذا العمل بحكم زي البوليسية، زي يعني لا هي مشكي، يعني التفتيش القضائي هو إصلاح للجهاز القضائي، وهو مساند، يجب أن يكون مساند لاستقلالية القضاء، لكن بأمانة هو كان يتصيد في أخطاء القضاء حتى واحد يمنع عليه الترقية، واحد كذا واحد كذا إلى آخره. فهذه من ضمن سلوكنا وأخطائنا في المهنة. أهم الأخير آخر شيء ممكن نصله اللي هي المساءلة أو الدعوة التأديبية. المساءلة، القاضي يسأل بكل تأكيد، عنده أخطاء بشر، قد يكون خطأ جسيم، قد يصل إلى عند الجريمة، يعني يرتكب جريمة البعيد، وبالتالي ينطبق عليه القانون زي الناس الأخرى، القانون فوق الجميع. وفي أخطاء تأديبية أو في المسلك، هذه لابد بكل تأكيد أن يكون لها إجراءات خاصة في التحقيق وفي الإحالة للمحكمة والسرعة فيها وسرية هذه المحكمة إلى آخره، احتراما للقضاء مش للشخص، للقضاء، بحيث تجري في وضع سري وفي وضع محاط، إلا إذا كان السيد المحال للتحقيق قال والله أفتحوا خلوها على نية، لكن من غير هيك لابد أن يحاط التحقيق معه، وأيضا محاكمته التأديبية في سرية تامة، ويعطى بكل تأكيد حق الطعن حق الدفاع مع بعض. في جهازين غير القضاء، النيابة والمحاماة. ما ينطبق على القضاء ينطبق على النيابة، نحن نسمو القضاء الواقف هو النيابة والمحاماة، القضاء الجالس اللي ديما بارك في حالته هو القضاء الحكم. ما ينطبق على القضاء الجالس ينطبق على النيابة العامة. النيابة العامة تتميز ببعض الخصوصية، لأن هناك شخص واحد اسمه النائب العام. النائب العام هو أمين، سموه أمين الدعوة العمومية على المجتمع كله، يعني ينوب على الجميع، المجتمع كله، في إقامة الدعوة. للنائب العام في القانون صلاحية سحب القضية لاعتبارات يراها هو اجتماع سياسية أو غيرها، أن يسحب ملف الدعوة من أمام أي عضو نيابة. هذا يعني يصير فيه إشكاليات كثيرة عند في النيابة، بعض الأساتذة يروه أن نوع من التسلط، تسلط النائب العام أو المحاباة لقصة معينة إلى آخره. في غير هذه الخصوصية، خصوصية النائب العام في النيابة العامة، يجب بكل تأكيد على عضو النيابة أن يسلك المسلك النزيه، وألا يعتمد على تحقيقات انتزعت بالإكراه، وألا يساعد في تحقيقات فيها العنف وفيها الإكراه وانتزاع الاعترافات. يعني لا يجب أبدا أن يلبس روح البوليس زي ما هو موجود حاليا للأسف، يعني في كثير من أماكن النيابة عندنا. مؤسف هذا الشيء، يعني مسألة السلطة يجب أن تنزع من عضو النيابة، وهو لأنه هو يمثل الجميع. يعني أحيانا عضو النيابة لما يجد شيء للبراءة يميل لها ويقدمه حتى للمحكمة، لكن اللي سير لا. المحاماة عندنا في ليبيا ذو شجون أكثر، انقسمت ما بين خاصة وعامة. الخاصة طبعاً تهتدي بكل تأكيد هي الأساس، وهي ما يجب أن يكون، لأنها لا تخضع لأي ضغط ولا أي استقلالية تامة بأمانة. لما يكون محامي خاص بكل تأكيد هذا، أما المحاماة العامة
ابتدع هذا الأمر في ظل تطبيقات توجيهية أو في تطبيقات نقدر نقول عليها اشتراكية أكثر، بأن مجانية القضاء وا وا وا، فأنشئ هذا الجهاز اللي ما زال قائم لعند توا، وبدل ما سموه المحاماة الشعبية سميت المحاماة العامة، حاج موسى هو موسى حسين وحاج بالشكل هذا. لكن بأمانة هناك مقترحات كثيرة، منها مقترح، وهناك أيضا محاماة خاصة بالدولة وهي محاماة بتاع إدارة القضاء، هناك مقترح من الدكتور الكوني، وأنا يعني أرى أن هذا المقترح جيد وممتاز، هو دمج المحاماة العامة مع إدارة القضايا، بحيث أن الدولة تدافع عن نفسها فيما يخص في قضايا المرفوعة عليها، خصوصا في المال العام والديون إلى آخره، وتجي قطاع المحاماة العامة هي تكون دائما سند للمعوزين اللي لا يملك أجرة المحامين وكذا كذا. يعني هذا جزء من المقترح اللي تفضل به الدكتور الكوني. غير هيك طبعا فيه التشريعات الليبية، يعني لو كان فيه وقت لفصلنا أكثر في كل تشريع، فيه قانون طبعا قانون نظام القضاء، فيه المبادئ هذه كيف تنطبق عليه أو ما تنطبقش ذكرنا بعضها، وفيه قانون آخر يسمى قانون المحكمة العليا، وفيه أيضا حتى الإعلان الدستوري، يعني الإعلان الدستوري في 2011 هل تضمن هذه المبادئ أو لم يتضمنها. ومهم جدا أن كل هذه المبادئ يصير فيها باستمرار حوار إلى أن نصل فيها إلى ما تفضلتم به في هذه الأمسية، إلى ميثاق شرف لهذه المهنة اللي لعلها أن تنصب ميزان العدالة في بلادنا المهدورة والمكسورة. شكرا على الاستماع. شكرا جزيلا لك أستاذ سعد، جولة سريعة ومثيرة على أخلاقيات مهنة القضاء، مرينا عليها تقريبا كلها من الاستقلالية سواء كانت مؤسسية أو وظيفية أو شخصية، للحياد، للنزاهة، للكفاءة، سواء في القضاء الواقف أو الجالس، فيبدو أنها مهنة يعني شديدة الدقة في مزاولتها، وتثير إشكاليات وتعقيدات كثيرة، وكأن يعني لا تصبح مجرد إخلاقيات مهنة للقاضي، بل هي كأنها منهاج حياة يصبح له بعد ذلك. ولكن هذه المهنة اللي المفروض أنها في النهاية تضمن سيادة الدولة وكفالة حقوق إنسان يجب أن يقوم بها مزاولها بدون أي نوع من أنواع التأثيرات سواء كانت مادية أو معنوية، أيا كان أسبابها أو أهدافها سياسية أو اجتماعية أو دينية، تظل تطرح لنا كثير من الأسئلة. يعني أنا كيف نضمن هذه الأخلاقيات؟ كيف يتعامل القاضي مع الضغوط اللي ممكن أنها هي تأثر عليه بطريقة أو بأخرى؟ كيف يدرك هذا القاضي نفسه أثر أفكاره وثقافته وقناعاته السياسية والدينية والفلسفية أو غيرها على فهمه للقانون وعلى تفسيره للقانون؟ فإشكاليات كثيرة تطرحها هذه المهنة، لذلك أنا حنفتح باب النقاش والمداخلات، وأتمنى أنها تكون يعني مداخلات مضبوطة وقصيرة قدر المستطاع عشان يسعفنا الوقت، فتفضلوا. وبس باش نتأكدوا أن النقاش حيدور بطريقة تسهم في القصد منا أساساً، الغاية الأساسية منا. يعني نحن راهو النقاش مش لنقاش قضايا خلافية، التأكيد على تنمية الوعي المجتمعي بمهنة القضاء، وبالتالي نتوقع من النقاش أن يضيف إلى ما تفضل به الأستاذ سعد. ولاحظوا أن السياق العام هو السياق القيمي،
يعني عندنا حاجة اسمها أخلاقيات مهنة القضاء، تعرفنا على أساسيته بعرض الأستاذ سعد. يهمنا جدا إلى أي حد أو ما إذا كانت هذه المبادئ الأخلاقية تنتهك في بلادنا. يهمنا جدا أن نعرف إلى أي حد هناك فساد قضائي، طبعا دون ذكر أسماء ودون ذكر بالتأكيد. لماذا؟ لأن نحن غايتنا في النهاية مش فقط تنمية الوعي المجتمعي، أيضا إصلاح المؤسسة القضائية، هذا هدف حتى هو سامي نسعى إليه جميعا. وخلينا نختم بحاجة مثلا أثرت في نفسي سؤال. التقيت من كم يوم بأحد الأصدقاء اللي دير دكتوراه في الاقتصاد، وفي رسالته أو في أطروحته تبين له وقال لي هذه زي ما تقول حاجة معروفة عالميا، لكن أنا حاولت نثبتها حتى على بلاد العربية، إن في علاقة بين النمو الاقتصادي والقانون العام في مقابل تعثر النمو الاقتصادي والقانون المدني. لما نحكي على القانون العام مش عارف عندك تمييزات بهذه الأسماء بهذه المسميات. أوكي. وأيضا في نفس السياق في ارتباط بين البروتستانتية والقانون العام والنمو الاقتصادي في مقابل انخفاض في النمو الاقتصادي، وين؟ في القانون المدني وفي الكاثوليكية والإسلام. أوكي. طبعا لوجود قيم حاكمة، يعني انتبهوا العلاقة بين القانونين هنا، إن في قيم حاكمة تحكم في كل أشياء. فقد يثار السؤال به، ليش نحن متمسكين بالقانون المدني؟ وشنو هنا مشكلة القانون العام مبحور الناس؟ وشنو دور المحلفين في القانون العام؟ يعني قضايا، هذا كمثل، إن أرجو أن النقاش يضيف رصيد أكبر من المعلومات للمتلقي، لأن هذه الحلقة سوف تسجل وتكون متوفرة لعموم الناس.